صباح وناكسان صاحبي الكسر بدا معلومات كي وقدم بياري مها صماليا يا عالم كاينتي سكاليه ساكي وتراذا قيبتان قضبلات كدا وضمتان وحا قيبكن قندولا مدحونها صماليا حصى الشيخ محمود يا حالي سلم فلانا اتقي قريقا مقدشو كدقيا سنتر موسى صودي يلحو وحرقوف سياس لد وين كلاد حيسي تاني مركي مدحوين حصن وقل غاقين مغا عابيستا قدوميها قبل كبنادر حدبا رالي جلين اي غراو شكسكو محاي كاولا حلين موسى السودي مدحوين حاصل الشيخ محمود ومحاي سيوحا اوووين حدا لقاسو على مدية كل مدي حالي كده يقوري سنتر موسى السودي وانيقنا افينكا كوحد على الشباب علي محمود راجع على دير وحوش اي حقتا مقعاح نيكي فوليه واركي كده حردا جنرال جوردن قبيل هان حالكو كسو جيدو غورتو كسو بيرا على الشباب على دير ايا سيدو كلا شرحات كي بحي سيدو يغوصو ارتقى شفلين تو ويركاس قرشاها لغو بدلا يمقع حلال كامامو قبل يدينا ايا حدا بلادو حيلي برمان كاسماليا دود حوغن عرين تاسا يكلي يهين وحكالو اينو راعي دون تاها كدب توغشيدي جرنال غوردن سماليا امارات كعربتو كورا حدلي وحي كدع حرالا حيلي دولادو سماليا اي كدو متي سيقيا حان اني كاقهدشو توغشيداس اي سيدو يخودعين قرب بكلا يا إنو راعي دونا صباح وناكسن سودو بادا صدح التبان كفبرايو لابكون صدح لاب أفر لابعتن أرغو دبع شايا دين ورمية ملحونها صماليا حاصل الشيخ محمود يا حالي تقي هويقا ومقدشو كدقيا سنتر موسى الصودي يلحو وحرقوف سياسة دوين كلاد حيسا تاني مركي مدحونها صماليا ومقا عابي قدوميها قبل كاب ورا هذا اللذان وحي عهيل من أن هوري لوسي شاعن مدحونها ناسيا ورا هذا اللذان من أيو صومري سوقيدا وقويقا عاسمد كيالا قارحان قوباها مولكا يمقاحيها سي دادكو لو قشيقو يمدحونوها حالكاس وكسو عويني نحوناها صماليا حاصل الشيقي يا حالي سلم فلانا هوي وكدقيني هاي وقويقا عاسمد مقدشوه كبوق دي السناتر موسى السودي يلحو وحرقوف سياسات كده حيسا حاصل الشيقي موسى السودي يلحو اياكو كالتقي مقا عابيستا قدوميها قوبال كأنا دوقا عاسمد او نقوم يدي سيدو وربي السناتر موسى السودي يلحو وقشدا مدحوينها يا حالي وكتك يقوليها السناتر موسى السودي ايا دهرنات سلان رالقلين يقراوش او مدحوينو سينا يا سناتركا ما داما سناتركا مدحوينو ايسكو حزبي احيان مدحوينو نبالانتو كاقبحي سناتركا او سيدو ربي سناتركا عن الوصمين دور جيرا خورا ايو سناتر موسى السودي يلحو او ديدي لقولان كان مسوليين بادن او دين عام مدحوين حسن وكسعلي أم حتى مدحوينه أصول دريه موسى الصدي يلحو سيلو حالي يتبشد موسى وقبيل موسى الصدواء وديدي إرقلي كتي من إنع مدحوينها صماليا تنو قصبتي إن مدحوين حسن حالي أساق وصعداء وتغقوريقا مرنعيو كدقيا سنتر موسى الصدي يلحو إنتو مدحوينه بوقشدة هويقا موسى الصدي يلحو وكويا لحين دابكا مرنعيو وكو قد جري لما حيرين وحو وداع تاس بدل كيدان غوردن با ايا لغوسو براروغي ان مدحوناها صماليا وكو سوغي حين دابكا ميرانعي ومرو دقنا حيليجي معارضكو حاب مركو بوقشده او صور لما يستي مدحوناها صماليا وحو صومر يسوقا عصوب اي جبا حير ماركد ايكو يالا يزغويتك جبا مدحوناها ايانا سيكل سوني بادن ايكو جرتو سلاان جيس تو جيس كو بلابي asoo dadka suuqaasi jooga iyo kuwa ka ganacsanayba maqaxiyaha madaxweynuhu kula caawiyay daqada yar aan badnin sida caadada ah marka la joogo Muqdisho adii madaxtooyadu ka baxay madaxweyne ama ra'iisul wasaare badi waxa la xira jidadka aaga uu socdo madaxweynaha ilaa madaxtooyada balse xaaladaasi ma dhicin wax wada lama xirin gaadiidka shacabka ee kan madaxweynaha ayaa wadada si siman xali u isticmaalayay lama yaqaan falsafada uu xali madaxweynuhu ka lahaa ma waxa la qarinaya safarka socdaalka sida lama filaanka madaxweynuhu ku tagay guriga Mirnaayo ka degay senator Muuse Suudi Yalxub arinta kale laakiin ajeebka ahayd waxay tahay madaxweynada Soomaaliya ayaa ka dhumatay ka hadlida wadahadalada Muuse Suudi iyo waliba madaxweyne Xasan Boga Villa Soomaaliya kaliya waxa lagu daabacay qoraalka iyo muuqaalka markuu madaxweynaha Soomaaliya uu soo booqday suuqa cusub ee Jubba Hyder Market ee maqaxiyaha halkaas ku dhaxyaala waxana laga dhigay in madaxweynuhu xalay caweys iyo waliba indhe indheen uu ku sameeyay suuqyada ku yaala oo qoyga caasimada
وحانا بلا صماري عيوان وغودكتي ودحونه وكور قليا أمنيغا إيوليبا صدو كاليه دقاقا قناعسي مغالا لكن شاكر انتاسوي كوي انتحد ونحونها ايا قريغا سناتر موسى صوديا لحو كسوغنا انكا بادن صدن دقيقو ولا هذا اللذا اذي اساقي سناتر كان وراكي وقدم روحي الشيغين وقدم بايت دين عيدو انو حوبا البايس كو فهمين كدمنا سناتر كلا الشيغي انو جروب بلانقادي سناتر كلو سمي انتا كدم بلحونها صماليا ايا سي اري سفارد الصماليا امارات كعربته ودين علي ذا حق ذا كتالا وحالا الشيغه إنو هالكاس كلاكل من سفير كدولد دا إمارات كعربتا سوغو قراوشو إي ولبا التعسي كذبهي وحي كدعي حرادا وحنو الشيغي إن دولدو أي باريسي ودو واركي جنرال غوردن حدي عنكوسي سعوناسي على ديري وحو شعيي حوكتا ميه مقعا نينكي فوليتو غشرا إيقابين حان بحالكو كسو جيلي أفاينك على الشباب على ديارة أو كهلية توغشيدي أو حرادة جنرال غوردن المقدشو كغيسي أسكري كتر سنعيدن كي ديوان أي توبرتا إمارات كعرابتا إيالا صوبان لغي حوكتا واركا نينكاسي على ديارة إيالا شاقة إن نينكا فولية توغشيدة وهاب مصطف مقتار آذن واتضبي لواتا سنجير أه كانت سوجيدة دقمد حدرة قبل كبكول سيدو يريب waxuu sheegay in shabaab uu shaqeynayay isla markaan ay u adeegsadeen goobo gaar ah oo ay saraakiisha imaraadka iyo waliba howlwadeenada ugu muhiimsan ee imaraadku ay ku sugnayeen xerada General Gordon aladara ayaa sheegay in Mustaf oo toogashada uu ku dilay in ka badan 100 qof kuwaas oo 17 ka mid ah ay u shaqeynayeen ee ayaan shaqaale iyo waliba saraakiil ugu muhiimsan inta kale waxuu sheegay in ay ahaayeen askar Soomaaliya afiinka al shabaab wuxuu kala u sheegay in bartilmaameedka ugu weyn uu aha afar sarkaal oo imaraadka ka joogay xerada kuwaas oo dhamaantood toogashada ay ku dhinteen asagoo sheegay inay kala ahaayeen ninka ugu sareeya howlgalka imaraadka ee koonfurta Soomaaliya madaxii sirdoonka madaxii saadka iyo madaxii gaadiidka ee imaraadka qaybta dambe ee hadalkiisa cala dheere wuxuu ku dhe wuxuu ku dheereeyay suurad xumeynta howlgalka imaraadka uu ka wado Soomaaliya iyo guud ahaan dunida muslimka wuxuu kale oo sheegay in Ethiopia ay ku taageerayaan inay qabsadaan badda Soomaaliya ilaa ay haddase dawladda Soomaaliya ma shaacid natiijo sax ah oo ku saleysan xogta toogashadii uu geystay askari ka mid ah ciidankii lagu toobaray xerada General Gordon waxayna taani shaki weyn soo gala shaki weyn ka dhax abuurtay xukuumadda Muqdisho iyo Dubai marka la eego dawladdu ilaa hadda aan ka hadal wixii dhacay ee baaris in la sameeyay in kale ninkii fuliyay toogashada lagu ma helin haba yaraatay fursad lagu wareysto ama xitaa lagu qabta maadaama uu ku dhintay ka jawaabista rasaasta asaga uu bilaabay mana cadda in gacan saar la lahaa al-shabaab iyo in kale iyo in kooxdu ay iska sheeganeyso hase yeeshee wararka qaar ay ku saabsan sooyaalkiisa ninkaas waxay sheegeen in ninkan uu ka mid ah ciidankii uu shabaab kala soo goostay wasiirka diinta ee Soomaaliya Muqtar Rubu Cali Abu Mansur dhawaan laga soo qoray ninkan magaalada Xudur oo muddo ku noola sidaasna ciidanku uu kaga mid noqday baarlamaanka Soomaaliya intaanan eegin ee warhadallada qadka telefoonka dhaxmaray wasiirka gaashaan dhiga ay Soomaaliya iyo waliba sidoo kale dhigiisa dalkaasi ee Imaaraadka Carabta ayaan eegina markan maalmo kadib toogashadii ka dhacday xerada General Gordon Muqdisho ayaa wasiirka difaaca ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac وقدك تليفونك كلها لوزير دولها الدفاع الدولاد اسكو تقا إماراتك عربتا وزيركا وزير جامع يا أقوهورين كتا سيحو حكومتا إيا شعبكا إيا إيدا كإماراتك جيريدا كنت متسرا كيشيدا إماراتك إيكو سوغان صوماليا واركي أرقاق حالاي كدعي جرنال غوردن saraakiisha geeriyootii ayuu ku sheegay wasiirka inihiin haliyeeyo sumad ahaan u ahaan doonta kaalinta dawladda imaraadku ay kaga jireen dagaalka argagixisada caalamka ee dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya waxaan rabbi ugu bariyeena inuu u naxariisto shahaadadaas inta dhaawacantana Allah waxaan ugu bariyeena in uu dhaawacooda uu soo bogsiyo wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in socdaan baaritaano lagu hubinayo weerarkii ka dhacay xerada General Gordon ee Muqdisho waxa uu ka dhawaajiyay in falka argagixisada ay ku beegtay saraakiisha imaraadka labada isla dhinacba isla garteen in hadda baaritaano iskaashi
لسميه واركاس وحا كودين تيسرا كيلسر سرعو كجر محمد مبارك واسركالكي وقسرية إمارات كاي هايستي أمنيغا إيا توبرك حرادة عيدانك إمارات كاي سبوح لا أمال جيليا كدوات تبن كون أكمدا عيدانكي دوان لقريب واركاس وعي الشيغتي كوحدة الشباب وحا للرميسية إن اسكريغان واصل حامب كوحدو كتر سنة صدا حقها يهردعه أي حق الجنية وقدم بين فريد دستور كالصوماليا دو دي رأي سعطة قرب ككلاقي سيد وين حد إيش اللغوها واح إن البدلي مقع لغوية ريه مامول قبل يديد مامول قبل يديد بدن كود وحي جعلين إن لغوية ريه مدحوينها مامول كب لكن حد دستور كحوديقيا إن مدحوينها أن لغوية ريه دونين حد كدب اللغوية ريه قامية مادام دالكو أهل مدحوينه ليه ور مدحوينه ونقدنا حسن شيخ أما مدحوينها وقت ياسي داتكو أي دورتان هو قامياشا قبل هذا وحال لوغي يريدنا هو قامية كليا برمان كا سماعليا يا قودة قالي وحكا بدل كاه نور عطب ودستور كا كميدا كواس أو إس بدل لغو سمياني قد بدل لسو جيدي إنو حلقا بدل الدستور كا وحاقايب كا قدب كا كنتنيكو بعد halkii ay kamid halkii ay ahayd in la yiraahdo dowlad goboleedyada Soomaaliya ama madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ay soo jeediyeen hadda wixii ka dambeeyay in loo bedelo hoggaamiyaha iyo hoggaamiyaha ku xigeenka maamul hebel in la yiraahdo marka laga hadlayo xilka madaxda ugu sareysa maamul goboleedyada ee kan federaalka hadii aan maqal ama magac dhamaantood waxaan ku isku midah laakiin hadda kadib waa la kala saaray تاني واسو جيدين ولي انصر رسميه وحبادن لو ما بدلين دستور كدو ديس ايا سعوتا حديسة لكن لا انصحيان وحي كدن بيسغالي طبانك بشان فبرايو او انصحيان بارمانك وحي كدقنا دونتا ان مدحوين مامل قبلات دنباء لالورين دونين ولا ديه دون هو قاميها قبل هبل تصالح هو قاميها مامل كقل مدوك ام هو قاميها مامل كاسي بنت لان سعيد عبد الله دن يقام كحيجين كمامل كاس sida asayeen warbaahinta oran doonaan madaba dastuurka laga saare madaxweyne maamul goboleed oo gaamiyo gobol la dhigi doono madaxweyne kale loo diin doono madaxweyne xasan qaybtan qodobadan ayaan ku soo koobayna subax wanaagsan nabadgelyo